إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، هي الآية الأخيرة من سورة قاف، الآية 45. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالقرآن الكريم منهاج حياة، كما قال ربنا عز وجل في سورة الجن في الآيتين الأولى والثانية: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وتأكد هذا المعنى في سورة الإسراء في الآية التاسعة، حيث يقول ربنا جل جلاله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم في مجال الإيمان، يهدي للتي هي أقوم في مجال العبادات، يهدي للتي هي أقوم في مجال المعاملات، يهدي للتي هي أقوم في مجال الأخلاق وضبط السلوك. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال ربنا في آي القرآن: واذكر ربك إذا نسيت. النسيان من خصائص البشر، النسيان من سمات الإنسان، لذلك رفع الله عز وجل الإثم والحكم عن الناس فقال: واذكر ربك إذا نسيت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. يرفع الإثم ويرفع الحكم، فالحرج مرفوع. لذلك نقرأ في الفقه سجود السهو في الصلاة، فالنسيان إذن من خصائص البشر، نهينا عن الغفلة ولم ننهى عن النسيان. لذلك قال ربنا في سورة الأعراف في الآية 205: ولا تكن من الغافلين، ولم يقل ولا تكن من الناسين، بل قال: واذكر ربك إذا نسيت. القرآن الكريم منهاج حياة، ربنا قال في حقه: فذكر بالقرآن. عدد الأوامر في القرآن 1000، وعدد النواهي في القرآن 1000، وآيات الوعيد 1000، وآيات الوعد 1000،
وآيات العبر والأمثال وآيات العبر والأمثال ألف، وآيات الحلال والحرام خمسمائة، وآيات الدعاء وهكذا. فهناك إحصاء دقيق لآي القرآن، والقرآن كله ذكر، بل هو أحسن الذكر. فذكر بالقرآن، ولكن بشرط من يخاف وعيد. ولكن ما أكثر العبر وأقل الاعتبار، كما قال الإمام علي رضي الله عنه: كلما كان الإيمان قوياً في قلب المسلم، كلما كانت استجابته قوية سريعة للأوامر والنواهي والعبر والأمثال وغيرها من الآيات. وإذا كان الإيمان ضعيفاً ومهزوزاً في قلب المؤمن، في قلب المسلم، تكون الاستجابة أيضاً ضعيفة ومهزوزة. فجهاز الاستقبال أساس في حسن التعامل مع آي القرآن. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. حينما نعود إلى القرآن الكريم، أذكر نفسي وأذكركم جميعاً كيف أن القرآن يضبط حركة الإنسان في جميع المجالات، خاصة في مجالين أركز عليهما: مجال العبادات ومجال المعاملات. لابد أن نعلم ابتداءً بأن سر الوجود يكمن في توحيد الله عز وجل وفي إفراده بالعبودية، لقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، ولقوله تعالى في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية 36، وفي سورة الذاريات الآية 56: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن القرآن يجيبنا عن سر الخلق، يجيبنا عن سر وجودنا والحكمة من وجودنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم تأتي الأوامر القرآنية في مجال العبادات تترى. على سبيل المثال لا التفصيل، قال الله تعالى في سورة البقرة الآية 110: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أمر رباني مفاده تحقيق الطاعة لله عز وجل، العمل على تحقيق سر الوجود لينسجم الإنسان مع هذا الكون، مع هذه الحياة. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال في السورة نفسها في سورة البقرة في الآية 183 في مجال العبادات: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي السورة نفسها في الآية 196 قال ربنا عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. أوامر في مجال العبادات. ونقرأ أيضاً أوامر أخرى في مجال المعاملات:
هذا المجال الفسيح الذي نمتحن فيه جميعاً. قد ينجح الإنسان في تحقيق آيات العبادات من خلال التزام الصلوات المكتوبات والنوافل والمستحبات والطاعات والقربات، ولكننا ممتحنون جميعاً في أخطر مجال، هو مجال المعاملات. استغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال ربنا في سورة الجاثية في الآية 18: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. نفهم من هذه الآية أن شريعة الله تضبط حركة الإنسان في جميع المجالات. ما يتعلق بالمجال الكبير وهو مجال المعاملات، حيث نختبر جميعاً، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً، فلنتهيأ لاستقبال بعض الأوامر القرآنية في هذا المجال الحيوي. قال الله تعالى في سورة البقرة في الآية 278: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. إذن هذه الآية تجرم هذا الفعل، هذه الآية تحرم الربا، والربا قليله وكثيره حرام. وتأكد هذا المعنى في الآية التي قبل هذه الآية، وهي الآية 275 من سورة البقرة: وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن كلنا ممتحنون. الربا له مغريات، له مؤيدات، له مجملات، له مؤثرات، ولكن هذه الآية تمنعه. بل كما قال العقلاء في الدنيا أن الربا سبب صناعة الأزمات، فكل أزمة تقع في هذه الحياة من أسبابها الكبرى الربا الذي حرمه القرآن الكريم منذ نزوله. ولكن لا تزال البشرية تائهة ضائعة تبحث عن سبل الإقلاع الاقتصادي، عن أسباب التنمية، وتعمل بالربا. وعقلاء الدنيا الآن يقولون: لا بد أن نعمل من أجل إنقاص الفائدة الربوية إلى نسبة الصفر، أي 0%، عودة واضحة، إقرار جلي بأن هذا الربا مدمر للاقتصاد، صانع للأزمات، ممزق للعلاقات، مدمر للقيم والأخلاق. وأحل الله البيع وحرم الربا. وفي السورة نفسها، سورة البقرة، قال ربنا عز وجل في أكبر آية في القرآن، وهي آية المعاملات، نصت على الدين، على توثيق الديون، على الرهن، على الإشهاد، على التجارة، آية واحدة تحتل صفحة كاملة، وهي الآية 282 من سورة البقرة، حيث يبدأ ربنا بقوله:
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إذن هذه الآيات تضبط حركتنا في مجال الاقتصاد، في مجال المعاملات، هذا المجال الحيوي الذي نمتحن فيه جميعا. قال ربنا في سورة النساء في مجال المعاملات الآية 29 من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ربنا عز وجل يعلم بأن الإنسان يحب المال حبا جما، قد لا يستجيب لأوامر الله أو لنواهيه إذا تعلق الأمر بالمال. ربنا يقول: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هي آية جامعة يدخل تحتها جميع صور أكل المال بالباطل، من الربا وعقود الغرر والغش والتدليس والسرقات وتبييض الأموال إلى غير ذلك من صور أكل المال بالباطل. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وفي الآية 58 من سورة النساء وفي مجال المعاملات والمحافظة على الأمانات، قال ربنا في الآية 58 من سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والأمر بالحكم بالعدل يعنينا جميعا، يخاطب الآباء ويخاطب الشيوخ ويخاطب القضاة ويخاطب الحكام، فالآية لا تستثني أحدا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى. وتأكدت هذه المعاني في سورة النحل الآية رقم 90، ربنا يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يأمر بالعدل والإحسان. آيات كثيرة تضبط حركة الإنسان. أيضا في سورة النساء نقرأ آيات كثيرة، الآية 7، الآية 12، الآية 13، الآية 176، وفي سورة العمران الآية 103 وغيرها من الآيات. وفي سورة النور الآية 6، الآية 11، الآية 12، الآية 17، أوامر مبثوثة في القرآن الكريم. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وبعد ذلك قال لنا ربنا عز وجل في آخر آية أنزلت في القرآن الكريم وهي الآية 281 من سورة البقرة، يقول ربنا عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. سنعود إلى الله حتما في يوم من الأيام. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار، الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار، هما محلان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك أي الدار تختار، ما للناس سوى الفردوس إن عملوا وإن هفوا هفوة فالرب غفار. يقول ربنا في آخر ما أنزل عند جمهرة العلماء: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم ارزقنا الستر وحسن الخاتمة، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك.
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان، فأعنا على طاعتك، آمين آمين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.